لطالما كانت العلاقات البحرينيه السعوديه محل فخر واعتزاز للشعبين الشقيقين، فهذه العلاقات بنيت على المواقف والثوابت المشرفه والاصيله. العلاقات البحرينيه السعوديه علاقه اخوه اثمرت عن الشراكه الاستراتيجيه في كافه المجالات والقطاعات والمستويات بين البلدين الشقيقين، وشكلت ايضا مثالا رائدا ومتميزا يحتذى في التكامل بين الاخوه والاشقاء. اخوه تاريخيه وشراكه استراتيجيه تستند الى اسس قويه من الترابط والتعاون والتفاهم والتنسيق المشترك بين مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه علاقه بين مملكتين ميزتها اسس عده ابرزها المحبه المتاصله بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين ما فتح الابواب لبدء مسيره التطوير والتقدم المشترك والتي انطلقت منذ عقود من الزمن فعلى مر هذه العقود شكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجًا في الأخوة التاريخية والشراكة المتنامية، وبلغت أعلى مستوياتها خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما. مسيرة التعاون الثنائي البحريني السعودي المشترك مسيرة عظيمة لا تغفل عن أي جانب وتخطو قدما نحو المزيد من التنامي لإثراء إنجازات العمل المشترك بفضل الرعاية الملكية السامية. والتوجيهات الرفيعة لقيادتي البلدين الشقيقين التي تتفرد بالعديد من المميزات والخصائص المهمة، ما يجعلها نموذجًا يحتذى في العلاقات بين الأشقاء والرامية إلى البناء على ما تحقق من منجزات وفقًا للرؤى المشتركة وبما يصب في صالح المملكتين الشقيقتين. رؤى واحده تعززها روابط الاخاء والمحبه الممتده جذورها في التاريخ والتي اسهمت في بناء قاعده متكامله من العلاقات المميزه وفتحت افاقا واعده وارحب في كافه المجالات وعلى جميع المستويات